أوه نعم، الآن على الهواء مباشرة ألقوا بمصاب. القوات العسكرية الإسرائيلية ألقت مصاباً على الأرض. الآن القوات العسكرية الإسرائيلية ألقت هذا المصاب الآن أمام مركبات الإسعاف على الهواء مباشرة، مشهد ربما يعكس ما يجري. تم إلقاء هذا الشاب مصاب على الأرض أمام القوات العسكرية الإسرائيلية. نعم محمد، قوات الاحتلال تمنع مركبات الإسعاف من الوصول وصول طواقم الإسعاف والمركبات إلى داخل المخيم، لكنها جاءت على الهواء مباشرة، قامت بإلقاء هذا الشاب أمام مركبات الإسعاف. وربما لا أعرف ما الرسالة التي أرادها جيش الاحتلال الإسرائيلي من إيصالها بهذه الطريقة. تم هذا الشاب مصاب في قدمه، إصابته طفيفة لكن